عندي ريدينغ كلمة إذا المحتفى بها اليوم. المحتفى بها اليوم هي بنت أخونا العزيزة فاطمة الحسين. ألف ألف مبروك إن شاء الله تكبرين تتربين في عزش فعز أمش وأبوش إن شاء الله الله يبلغهم فيش. شكرا جزيلا حسين. كلمة للمحتفى بها. هلا بيكم. ليش تصورون على الناس؟ بديع. كلمة للمحتفى بها. فاطمة. أقول لها كل عام وأنتي بألف خير وإن شاء الله أقبال مليون سنة. حياك الله. زي لاعبي المنتخب السعودي. والله الحمد لله بخير هذا كذب. كلمة للمحتفى بها بس ما نبغى شعورك. والله الله يبارك لها إن شاء الله في حياته ويكون هذا اليوم أقبال 100 سنة. شكرا جزيلا.